بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. ثم أما بعد، أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذا الجمع الكريم وفي هذا المكان المبارك في بيت الله الحرام وأمام الكعبة المشرفة وبين الركنين. لا شك أنه مقام شريف وعمل جليل، بل مقام مهيب، ولعل من نعمة الله على عبده، والحديث للجميع أن يدرك هذه النعمة العظيمة التي من الله عليه بها، بل اصطفاه واختصه أن يكون ممن اجتباه ليكون ممن يجاور في بيته، سواء كان مقيما أو معتمرا أو زائرا وعاكفا وراكعا وقائما وساجدا. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة، ويزداد الفضل والخير والنعمة حينما أيضا ينعقد في جلسة ذكر وفي مقام نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن تحفه الملائكة. فإذا كانت تحف المكان الملائكة مجالس الذكر، فكيف إذا كان مجلس الذكر في بيته الحرام وبجوار بيته؟ لا شك أن هذا فضل عظيم ومقام عظيم ومقام كريم وشريف، ينبغي أن يقدره كل من أنعم الله عليه به أن يقدره حق قدره. ولعل الموضوع الذي رغب الإخوة في جزاهم الله خيرا في الشؤون الدينية في المسجد الحرام أن يكون الحديث عنه هو الاستقامة، أو فاستقم كما أمرت، ولعل ما قدمنا به يصلح مدخلا جميلا بالفعل للاستشعار معنى الاستقامة. فإذا كان العبد أنعم الله عليه بأن يستشعر نعم الله عليه في يقظته ونومه وحله وترحاله وسكنه وليله ونهاره، فكيف إذا أيضا استشعر النعمة أيضا التي قلناها هذه، وهي الاختصاص بأن يكون مجاورا لبيته الحرام؟ فإن هذا 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 الإدراك وهذه النعم هذه لعلها من دلائل الاستقامة. يعني الاستقامة هي الالتزام، والاستقامة هي استشعار نعمة الله عز وجل أن يكون على الحق وأن يكون مرتبطا بربه عز وجل. ولهذا الكلام عن الحديث عن الاستقامة هو حديث عن الدين كله، وحديث عن حياة العبد كلها. حياة العبد كلها هي التي
تحكي أو تعكس مدى استقامته. ولهذا لا شك المقام الموضوع كبير والمقام لا يتسع لكل ما يقال في هذا المقام، ولكن أجتهد في أن يعني نأتي بشيء لعل الله سبحانه أن ينفع به وأن يكون فيه من مما يجمع أو يلوم عناصر الموضوع قدر الإمكان وبقدر الطاقة وبقدر أيضا ما يسمح به الوقت. ففي الحديث عن الاستقامة يعني قد يناسب أن نتكلم عن تعريفها مثلا وعن الاستمرار عليها وعن مقاماتها ثم عن أهميتها ثم عن أسباب الاستقامة، وهذا قد نقف عنده طويلا إلى حد ما، ثم نختم في ثمرات الاستقامة. والكلام في هذا كما قلت يطول وقد يغني بعضه عن بعض، لأن الاستطراد في أي موضوع هو تأكيد لمعنى الاستقامة بكل ما ذكرناه من مطلوباتها من تعريفها والاستمرار عليها وأهميتها وأسبابها وسائل الثبات عليها إلى آخره وثمراتها. الاستقامة هي حقيقة كما يعني يعرفها أهل العلم هي طبعا استقم الألف والسين والتاء كما يقال للطلب، تأتي للطلب، استقم أو استغفر استغث استعن يعني اطلب الإعانة، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استقامة قد تكون طلب الإقامة أو وأحيانا تأتي زائدة، يعني قد تكون استقامة بمعنى أقامة، استقامة قد تكون بمعنى أقامة، لكن هنا استقم بمعنى التزم. ولهذا المسلم يقول في صلواته كلها في أي صلاة يصليها مهما كان في كل ركعة يركعها في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، وقد يكون هذا من أجمع التعريفات أو من أجمع المعاني الدالة على المقصود بالاستقامة، وهي أن تسأل الله أن يهديك ويدلك ويقيمك على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم طبعا هو كما في الله الذين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا، ثم قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله، ذلك الفضل من الله. فالاستقامة فضل من الله عز وجل، بل ذلك الفضل فيها معنى الحصر، ذلك الفضل تفيد معنى الحصر كما يقول أهل اللغة، لأن ذلك الإشارة وبعد الفلام التعريف ذلك الفضل تفيد فيها مما يفيد معنى الحصر. والصراط المستقيم هو الدين القيم، بمعنى أن تلزم من غير ميل ومن غير انحراف لا يمنة ولا يسرع. وهناك كلمات ومن الطريف حقيقة أن في قول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاء تفسيرها عن كل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم يعني بيّنوا معنى استقام، وكل له كان ملحظ. فأبو بكر رضي الله عنه يقول استقاموا يعني لم يشركوا بالله شيئا، وعمر رضي الله عنه يقول استقاموا يعني لم يلتفتوا إلى غيره. سأتي عليها جميعا حتى نرى كيف نظرة كل صحابي من هؤلاء الخلفاء الأئمة، بل أئمة الصحابة وأئمة العشرة المبشرين بالجنة. وعثمان رضي الله عنه يقول هو استقاموا على طريق الطاعة ولم يروغوا روغان الثعالب، ولم يروغوا روغان الثعالب. وعلي رضي الله عنه يقول استقاموا
أدوا الفرائض. المجموع حقيقة يبين يعني المقصود. لا شك أن أول الاستقامة هو التوحيد والإخلاص يعني ملاحظة العبد مدى توحيده ومدى صدق تعلقه بربه واستقامته على الحق والبعد عن أي أنواع الشرك. وعمر يقول لم يلتفتوا إلى غيره، هذا هو كل الاستقامة، بمعنى أنهم على طريق عدل غير مائل، ولم يكن لشيء من عملهم نصيب لغير الله عز وجل. وعثمان رضي الله عنه يقول استقاموا على طريق الطاعة لم يروغوا، لأن الاستقامة تعني أن الطريق المعتدل لا ميل، ولا وخاصة التعبير بالروغان يدل على ملحظ من عثمان رضي الله عنه، وهو أن الإنسان أحيانا قد ينحرف انحرافا إما أنه يزينه له الشيطان أو تزينه له النفس والأمر بالسوء، لأنه روغان بمعنى أنه يعني يحاول أن يزين لنفسه هذا الطريق الذي هو خارج عن الاستقامة. وعلي رضي الله عنه يقول هم الذين أدوا الفرائض. ومن جانب آخر وهذا أيضا مهم، طبعا الآيات في كتاب الله أربعة تقريبا أو خمس استقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم ولا تطغوا بمعنى مقابل الاستقامة الطغيان. الآية الثانية فلذلك فاستقم وادع ربك ولا تتبع أهواءه. إذن استقم ولا تطغوا، واستقم ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذن يقابل استقامة اتباع غير منهج الله عز وجل الذين لا يعلمون. الآية الثالثة والرابعة استقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه واستغفروه التي قد نقف عندها، نقف عندها كل آياتك لأن في كلام للسلف جميل في هذا الموضوع. استقيموا إليه واستغفروه، هذا يتفق مع الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا يعني سددوا وقاربوا، ولهذا استقيموا إليه واستغفروه، بمعنى قد لا يستطيع الإنسان ببشريته وضعفه أن يقوم بالاستقامة على وجهها، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا وعلم ضعفنا فقال نبينا صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. إذن الاستقامة تسديد ومقاربة، بمعنى إصابة ومقاربة من الإصابة عند العجز، سواء كان عجزا بدنيا أو عجزا باعتبار ضعف النفس البشرية. إذن سددوا وقاربوا. سددوا هذا فيما تتمكن من أن انتيابه على وجهه، هذا يلزمك. إذا عجزت أو حصل نوع من يعني الضعف حتى البدني أو الضعف النفسي البشر يغلبه هوى يغلبه، إذن يقارب بمعنى الشهيد ألا ينجرف، يقارب إلى طريق الصواب. سددوا وقاربوا. استقيموا ولا تطغوا في كلام للحسن البصري جميل، يقول ما أخذ الآية طبعا، الاستقامة بين لا أين
لا تطغوا ولا تركنوا، لأن بعدها وأتركوا إلا في سورة هود. الاستقامة بين لا أين، لا 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 تطغوا ولا تركنوا. ترى لا تركنوا هي متفقة مع الذين لا يعلمون ويتبع أهواءهم، كل هذه داخلة في المقابل للاستقامة. فإذا الاستقامة يقابلها الهوى، يقابلها سبيل الذين يعلمون، يقابلها التركن الذين ظلموا، يقابلها إلى آخره. فإذا الاستقامة جانبان، جانب الضعف البشري من حيث استغفروه، والجانب بيان الحقيقة من حيث أنه كلما يعني ما قارب الهوى أو سبيل الذين لا يعلمون أو الركوع إلى الظلمة، هذا كله مجانب لحقيقة الاستقامة. الكلام فيها في هذا يعني جميل وطويل ومتين، ولو أحب أن أقف ذلك كثيرا بقدر ما أكتفي بهذه الإشارات. وعموما الاستقامة يعني نختم بالتعريف، هي الاقتصاد في العمل، لزوم السنة، سلوك سبيل القصد والوسط. إذن هذه إذا اجتهد المسلم أن يلتزمها من حيث أن الاقتصاد بالعمل، بمعنى أن يأتي بالعمل بقدر طاقته، يعني لا يشق على نفسه، ولا يظن الاستقامة أنه يشق على نفسه بحيث أنه ينقطع كالممت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، إنما اقتصاد، ولا سددوا وقاربوا. ولزوم السنة لا شك، لأنها بين إخلاص وبين لزوم السنة. و السبيل القصد كذلك، بحيث المسك الوسط والبعد عن الغلو وعن الجفاء أو الإفراط والتفريط. وهي طبعا في الاستقامة في النيات يعني أعمال القلوب، وفي الأقوال وفي الأعمال. أما من حيث الاستمرار عليها، لا شك طبعا المطلوب هي استقامة، بمعنى لزوم استقامة عند طوال الحياة في 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 شأنه كله، سواء في عباداته، في أعماله، في حياته، في عموم، بمعنى إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، كل هذه هي ميدان الاستقامة، بمعنى يستمر عليها في شأنه كله. أيضا من الثبات سنأتي عليها وسائل الثبات، سنتكلمها إن شاء الله، لكن نأتي إلى أسباب الاستقامة، وهذا هو الذي سنقف عنده يعني وقفة هي التي، أو قبل ذلك نأتي إلى أهميتها. أهميتها لا شك طبعا، بل هي الدين كله. الاستقامة هي التزام الدين كله، يعني بمعنى الاتيان بالطاعات أو ما استطاع من الطاعات واجتناب المنهيات، هذا هو الدين. وسيأتي مزيد في الكلام على الأسباب. أما أهميتها استقامة، فالحقيقة هي حقيقة تحقيق العبودية. الاستقامة هي حقيقة تحقيق العبودية، والعبودية وأنها هي غاية خلق الله للإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى ليوحدون، بمعنى يقوم التوحيد على وجهه ويأتوا بكل مطلوبات العبادة. وأهميتها كما قلنا قد يكون مما سبق فيه دلائل أهمية، وهي أن الله أمر نبيه بتحقيقها في مقامين، فاستقم كما أمرت. قال واستقيموا، لكن استقم كما أمرت أيضا فيها ملحظ، استقم كما أمرت، بيان ميدان الاستقامة. ولهذا من أجمل الإشارات التي ذكرها المفسرون أنهم قالوا استقم كما أمرت لا كما رغبت. وإذا يعني قارنت بين الكلمتين أدركت حقيقة معنى الاستقامة.
استقم، فلا تكون استقامة، لا تكون استقامة إلا بلزوم الأوامر أو بلزوم المنهج الرباني الذي أمر الله به، فلا تكون استقامة أبدا. لا يتصور استقامة تأتي من اجتهادات خارجة عن حدود الشرع، استقم كما أمرت. فتأتي أهميتها أن الله أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بها أنبياءه، وكما قال في مرة معنا في موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكم فاستقيما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذي لا يعلمون. فأن يقال فأن يخاطب الله أنبياءه بالاستقامة، هذا يدل على عظم شأنها وأهميتها. وقد يكون أيضا منها في حينما جاء الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي في الإسلام قولا، سفيان الثقفي: لا أنا أسأل عنه أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه كلمة جامعة، قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا يعني هذا يبين يعني كذلك أيضا أو تفسير لآخر الاستقامة، بمعنى الإيمان والاستقامة، بمعنى ثم استقم على هذا الإيمان، وآتي بمطلوبات الإيمان: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه يعني كلمة جامعة، إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل حينما قال: قل لي قولا في الإسلام، بمعنى كلمة جامعة. والصحابي كما تعلم عربي وعارف الجوامع الكلم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه إشارات إلى أهمية الاستقامة. أما أسبابها ووسائل الثبات عليها فهي كثيرة جدا، وبعضها يدل على بعض، وهي تعين حقيقة لأنها أمور يعني تعرفونها وتستطيعون أن كلما استحضرتموها أدركتم معنى الاستقامة. من أهم لا شك طبعا أسباب الاستقامة لا شك طبعا هو أن يعني وكان هذا قد لا يكون يعني في مقدور العبد، لكن مهما كان يسأل الله وهو الهداية، بمعنى أن يهديه الله، ولذا نقول إيش اهدينا أصدر، ولهذا اجتهدوا دائما في سؤال الهداية ولا تملوا، ولهذا العز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من أول أسبابها سؤال الله الهداية وإرادة الله بعبده الهداية. منها الإخلاص أو الجانبان: الإخلاص والمتابعة، يعني الحرص على الإخلاص لله عز وجل وأن تكون أعمالك كلها لله عز وجل وأيضا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم أسباب الاستقامة، بمعنى أن تتفقد نفسك، تتفقد نفسك هل مدى إخلاصك ومدى لزومك للسنة. وكلما أعانك الله عز وجل وفقهك في دينه وأدركت الإخلاص وأتيت به وأدركت السنة وتحريتها وسألت عنها، هذا من أعظم لا شك، يعني لا أقول فقط مداخل الاستقامة، بل هي الاستقامة الحقيقية. فالإخلاص ولزوم السنة يجب يعني أن تتحراه وأن تسلكه وأن لا يعني يغيب عنك لحظة، الإخلاص والمتابعة. أيضا سنتي إلى الآن، هذه أساسيات تقريبا: الإخلاص والمتابعة وأيضا الهداية. نأتي أيضا
بالأعمال، وهي غير مرتبة حقيقة، غير مرتبة لكنها يعني مهمة جدا. منها الاستغفار والتوبة، ولأنك استقيموا إليه واستغفروا. يا إخواني لا تغفلوا عن الاستغفار لحظة، اجتهدوا اجتهدوا في كل أحوالكم وشأنكم كله وفي كل أوضاعكم أن يكون الاستغفار فعلا يعني لا يغيب عنكم، وأن تكون ألسنتكم عامرة بالاستغفار. لأن الاستغفار معناه أنك تقول يعني كأنك تقول ربك أو تعترف لربك بالنقص، فأنت تطلب المغفرة. يعني مهما قدمت من صالح، من صلاة، من زكاة، من نوافل، من قيام الليل، من صلة رحم، من أعمال بر، كل ما طيبة كلها، لكن ومع هذا استغفر. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم يستغفر أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن يعني الأسباب حقيقة الإعانة على الاستقامة الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة، اجتهد دائما أن تجدد التوبة في كل لحظة، أستغفر الله وأتوب إليه، وتقولها من قلب، وتقولها وأنت تستشعر، وتقولها وأنت تدرك النقص، بل لعلك تحاسب نفسك يوميا على النقائص التي صدرت منك. وكلنا أهل نقائص كلنا، فإذا كنت يوميا تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتستشعر يعني نقصك وعجزك وافتقارك إلى ربك، هذا يعني دليل على الاستقامة، وأنك قد سلكت جادة الاستقامة. منها أيضا كما قلت لكم غير مرتبة، منها المحافظة على الصلوات الخمس جماعة. حقيقة يعني إذا رأيت نفسك أن الله قد أعانك والتزمت بصلاة الجماعة خمس مرات مع إخوانك المسلمين في مساجدهم، هذا من أظهر دلائل الاستقامة ومن أسبابها. ولا شك من حافظ عليها حفظ صلوات جماعة، هذا يعني وإذا علمنا أن الصلاة تكفر الذنوب كما قال كمن على هنجار يغتسل سبع مرات خمس مرات أيبقى من دره شيء. فإذا فالمحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين هذه يعني من 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 أظهر مظاهر الاستقامة، وخاصة إذا يا حفظك الله تعلم أن الصلاة صلة بين العبد ورب. ويعني حينما تقارن بين المسلمين في عباداتهم وغير المسلمين، حينما الله عز وجل خصنا بهذا الدين وخصنا بالصلاة، وهي أننا نقف يعني نقف بين يدي ربنا خمس مرات، بمعنى صلة، أنت تقف وتصلي، أنت واقف بين يدي ربك، هذه خصيصة ومزية. فكيف إذا أديتها يشفي الشهيد على وجهها بطهو بكمال طهورها وسكينتها ووقارها والحرص على حضور القلب، ويكون أن كلنا مع نقص، لكن مهما كان يبقى ما دام أن الله أعانك أن تؤدي صلاة الخمس جماعة مسجد، هذا خير كثير. أيضا كذلك احذر خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، والشيطان سلطه الله على بني آدم لحكمة سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يعني جعل له من السلطان والقدر، لكن جعل أيضا أعاننا على أول على أن نستعيذ به والمعوذة تفيد ولله الحمد، وأيضا كذلك أيضا رحم ضعفنا وأيضا جبر كسرنا. ولهذا لا تتبعوا خطوة الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فأي معصية أو منكر أو انحراف تأكد أنه من خطوات الشيطان. أيضا من وهذا يعني شيء أحسب أنه يعني فيه انفراج كثير، وهو تنوع العبادات. تنوع العبادات، ما معنى تنوع العبادات؟
والإشكال في المسلم أنه يحب الخير، وغالبا يرى إخوانه الذين على درجة من الصلاح والتقى ويحقر نفسه، وهذا جيد. لكن ينبغي أن تعلم من لطف الله عز وجل ورحمته أنه حينما خلقنا وكلفنا يعلم طبائعنا، بمعنى أن كل مسلم منا يفتح الله عليه بنوع من العبادات، فأنت انظر ماذا فتح الله عليك أو بماذا فتح الله عليك. أحيانا قد ترى إنسانا جزاه الله خيرا محافظ على صلاة الجماعة ويذهب مبكرا، أنت قد يكون عندك نوع من إما الكسل أو الانشغال أو كذا وكذا، لا شك أن تحاسب نفسك جيد، لكن عندك نوع آخر قد ما يكون عنده، قد يكون عندك من البر بالوالدين، عندك بر الوالدين، يعني رزقك الله رقة ولطفا ورحمة ويعني دقة ملاحظة ومتابعة لما يحتاجه والدك. ولهذا تجد، بل حتى أقول لكم قد تجد ولدين حتى تعرفوا تنوع العبادات، واحد قد يكون فعلا عليه جزاه الله خير مظاهر الالتزام واللي يصلي ومحافظ، أخوه أقل منه لكن أخاه أحسن برا من هذا اللي عليه مظاهر الصلاح، وهم كلهم على خير. إذن هذا الذي في البر له من الأجر العظيم وقد يكون من الثواب. مقصودي أنك لا 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 لا, لا تشعر بالعجز والضعف حينما ترى بعض الصالحين يقوم بعمل صالح، أنت عندك شيء كثير. بعض الناس يحبب الله له قراءة القرآن، وبعض الناس يحبب الله له الصيام، وبعض الناس يحب الله كقولنا بر الوالدين، وبعض الناس صلة الرحم، وبعض الناس الأمر معروف أنها المنكر، وبعض الناس نصح المسلمين، وبعض الناس فأي تختلفون. أنت ما أحيانا بعض الناس فعلا تجده عنده قدرة وجرأة أن يقول للناس ينبيهم على أخطائهم وعلى، وأنت تستطيع ما يعني ليس عندك القدرة عند ليه، هو يتحمل ويصبر، وأحيانا قد يضحكوا منه يسخروا منه، قد يعني أيضا يتهمونه بالرياء يتهمون، ولا ما سيء، بل حتى أحيانا قد يتهمونه بقلة العقل حينما يكون فعلا الرجل كلما رأى يعني نقصا في إخوانه نبهه. فإذا قصدي أن من فضل الله عز وجل أنه نوع العبادات. لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم القائم على، لاحظوا القائم على الأرملة والمسكين كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. دائما احفظوا هذا الحديث حتى تعرفوا درجات العبادات وكيف أن الله يفتح على كل واحد بما يسر له، كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. نحن كلنا نغبط الذي يقوم في الليل ويصلي من الليل ساعة ساعتين ويصلي، لا شك أنه غبطة، ونغبط الذي يصوم، يصوم الاثنين والخميس أيام البيض، يصوم يفطر يوما، يصوم العشر ذي الحجة، يصوم ست شوال وإلى آخره، غير صلاة الفريضة كل نصوم الحمد لله. الرسول قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين مثل هؤلاء، هو لا يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا يصوم النهار، لكن يسعى على الأرملة والمسكين. أنت لا تسعى ولا تستطيع أصلا ولا تطيق، هو لا، فتح الله عليه يتفقد الأرامل والمساكين. فإذا مقصودي تنوع العبادات هذا يجعلك على طريق الاستقامة، بمعنى أن تنظر ما فتح، ماذا فتح الله عليك فاجتهد فيه.
لاحظوا هذا الحديث وسبق في مقامات أتينا به في الصحيحين وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. ثم قال: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة. في الصحيحين. في الرواية أخرى في النقل: ولكل عمل باب من أبواب الجنة. ولكل عمل. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ يعني يمكن واحد يعطي صدقة وصيام وصلاة. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية: وأنت منهم يا أبا بكر. يعني أبا بكر يعني فتح الله عز وجل في الأعمال. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أصبح قال: من أصبح منكم صائما؟ قال: أبو بكر. أنا. قال: أبو صدق. قال: أنا. قال: كل أبو بكر. بمعنى أنه قد يفتح الله عليك في أكثر من باب، يفتح الله عليك في أكثر من باب، لكن مقصودي لا تحتقر نفسك حينما ترى عابدا زاهدا، وهو لا شك أنه طبعا غبطة، لكن انظر ماذا فتح الله عليك. فتح عليك في صلة رحم، فتح الله عليك في 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 المعروف عن المنكر، فتح الله في طلب العلم، فتح الله عليك في جمع إخوانك، تربية أبناء المسلمين، تحفظ القرآن، أشكال كثيرة ما تنتهي، وكلها توصل إلى الجنة، وكلها استقامة. فإذا من 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 الأسباب الاستقامة والثبات عليها هو تنوع العبادات. فأنت انظر ما قد يفتح الله في باب أو أبواب. مقصودي أنك لا يعني تحقر نفسك حينما ترى بعض الجادين، فأنت عندك أبواب لكنك أنت ما دخلت منها، عندك أبواب لكنك غفلت عنها. ولهذا وهذه يعني مهمة جدا في السلوك وفي التربية، يعني لا تشتغل بما عند الآخرين أو تجعل شغلك بما عندك. لا، أنت الذي فتح الله لك فيه اعمل فيه، فأنت على خير كثير. لا لا لا، لأن بعض الإخوان أو بعض يصير يشتغل بما عند الآخرين ويحقر نفسه. لا، أنت عندك يعني من الأمور التي يعني فتح الله بك عليك التزمها. كذلك أيضا من اللطيف جدا، وهذه قد تكون لطيفة ويعني يحسن أن تتنبه لها، هي استدراك ما فات من الأعمال الصالحة. ما معنى هذا؟ استدراك ما فات من الأعمال الصالحة، يعني صليت الظهر اليوم ويعني وانشغلت عن السنة، بعد شوي صليها، استدرك، صلي السنة في البيت، صليها إن ذكرت استدركها. فتعرفون ولهذا من نام عن حزبه أو عن شيء من فقره فيما بين صلاة الفجر كتب له كأن مغرب الليل. كنت مسافرا أو مشغولا أو تعبت أو عندك مريض أو كذا، ما صليت الليل، صلي في النهار. بمعنى استدرك، أو عندك تقرأ نص جزء أو جزء وشغلت عنه، اقرأه في مكان آخر، مقام آخر. فاجتهد في استدراك العبادات، ما الأعمال الصالحة قدر ما تستطيع. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عينه رسول. نعم، مو الرسول يعني، لم تقول أنت تنام. فإذا كان رسول ينام وعائشة تحكي عنه تقول غلبته عينه فنام بنوم أو وجع، صلى ثنتي عشرة ركعة من النهار. بمعنى اجتهد أن تستدرك ما فات قدر، يعني بمعنى قدر الإمكان، قدر الإمكان. وهذا دليل على الحيوية ودليل على
الاستقامة. أيضا الشاهد في الدعاء والذكر، أنا قلت لكم الاستغفار يقنوا بالاستغفار، الدعاء والذكر. والذكر أظنه إن شاء الله ميسور حينما يعينك الله وتذكر الله حتى يكون رسالة، حتى يكون رسالك رطبا مثل الله عز وجل. فذكر الله يعني جلاء قلوب وحياة قلوب، ويعني وسهل، سهل جدا. وذكر الله لا يعني طبعا أن 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 يعني أن تأتي بجميع، أن تقول لا إله إلا الله أعظم الذكر، أن تقول لا إله إلا الله بين فينا وفينها ذكر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. أي يعني ليس الذكر أن تأتي بأوراد، وإن كان هذا طيب، لكن لا، أي يعني من الذكر هو ذكر لا إله إلا الله، وهي كلمة أعظم كلمة. ولهذا خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله. وحينما قال موسى يا رسول علمني دعاء أو ذكر، قال قل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من أعظم الذكر، يكفي أن تقول لا إله إلا الله في حياتك كلها. فتداوم الذكر، داوم الذكر، هذا من دلائل الاستقامة. والله عز وجل اذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وعشية، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر يعني عظيم 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 ومشغله، ويفتح الله بالرزق، ويفتح الله بحياة القلوب، ويفتح الله بالبركة، بل حتى على صلاح الأبناء وصلاح الذرية. فحين يكون العبد يعني عليه السمت وعليه الذكر وعلى الوقار، يكون أثره عجيب، بل لعله يتأثر بك إنسان أنت لا تعلمه. يعني يراك إنسان وأنت لا تدري ويتأثر لك، يكون لك أجره. كذلك أيضا، وهذه مهمة جدا جدا مهمة، وهي حفظ الجوارح. وهذه يعني لا شك أنها يعني لا هي شاقة، لكن مهما كان سهلة على من يسر الله عليه. احفظوا جوارحكم، أيديكم وأبصاركم وأسماعكم وأيدي وأرجلكم، احفظوا جوارحكم، وأهم لا شك اللسان. وأدوات التواصل هذه لا شك طبعا لها آثارها الإيجابية والسلبية، كل ما ذكرناه من المعروف والمنكر والنصح إلى آخره، وذكرنا أبواب تنوع العبادات، أظن تنوع من أوسع أبواب تنوع العبادات أدوات التواصل. فحينما يعينك الله وتكون في أدوات التواصل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنصح، تبين، توضح، تقول حكمة، تقول تذكر بفريضة، تذكر، هذا كله خير كثير. كذلك احفظ لسانك وجوارحك، أيضا من أدوات التواصل، لأنها لا شك أنها يعني والأدوات التقنيات هذه فتحت الناس باب أبواب خير وباب شر. فاحفظوا جوارحكم. فالأولى كانت إيجابيات، وهذه أيضا في الجانب السلبي، احفظوا جوارحكم من اللي تسلم لكم أو لتلزموا الاستقامة. ولهذا في الحديث من كان ولا تقفوا ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه كلها يعني تنبه إلى ما ينبغي أن يلحظه المسلم في نفسه من أن يحفظ جوارحه. وخاصة إذا تذكرتم يعني شؤم المعاصي. المعاصي لها شؤم كثير على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى وقتك وعلى يعني بركة عمرك. يعني ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلهذا يعني إذا تذكرتم هذا يكون فيه رادع
للإقدام على المحرمات. أيضا مما وهذه أيضا قد تكون يعني مكمل لما سبق لكنها جديرة يعني بالإفراد بالذكر، وهي مناجاته الله عز وجل والانكسار بين يديه. هذه درجة من العبودية، درجة من العبودية ينبغي أن يعتادها العبد، اجتهد في وخاصة في العبادة، في الصلاة، في السجود، في 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 الدعاء، في الذكر، في في الأوقات الخاصة التي تخلو بها بينك وبين ربك، اجتهد في أن فعلا تناجي ربك وأنت منكسر متذلل، تعرف مقام العبودية وتعرف مقام الألوهية، أنت عبد والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، وخاصة حال السجود حال خضوع وحال يعني تذلل، ولهذا وحتى الركوع أيضا، الركوع ترى تذلل، راكع لله عز وجل، لكن السجود أشد، ولكن اجتهد فعلا، اجتهد أن أن تعود نفسك أن تتذلل بين يدي الله عز وجل، وأن تنطرح بين يديه وتنكسر، وتلح بالدعاء، تلح بالذكر، تلح بالطلب ولا تمل. فهذا يعني كما قلنا هو جادة الاستقامة، لكنه أيضا يتالك على 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 قرب من الله عز وجل. كذلك أيضا من وهذا قد يكون أمر كبير ومهم ويغفل عنه كثير من الناس لكنه مهم، وهو تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله. هذا أمر ديني وأمر قلبي حقيقة يسمعه الناس لكن لا يحسنون فهمه ولا يحسنون الاتيان به. أن تعظم حرمات الله، تعظم شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الأمر بالمعروف من شعائر الله، النصيحة من شعائر الله، عظمها، عظم حرمات الله، سواء المطلوبات أو المنهيات، عظمها بمعنى اعرف مقامها، و و و و و و لأن هذا هو لا شك هو التقوى والاستقامة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم حرمات الله وما يعني من تعظيم الله، لأنك إذا عظمت حرمات الله دليل على قوة إيمانك وعلى حياة قلبك وعلى تقديرك للأوامر الشرعية سواء أوامر أو نواهي. فتعظيم حرمات الله كثير من يغفل عنه الناس، بمعنى يعني الصلاة من أعظم الشعائر، وحينما تكون في قلبك عظيمة وتكون في أيضا في تنقل هذه العظمة وهذا التعظيم، يعني يستشعرها الناس، وأنت بمعنى تنقلها للناس تشعرهم بعظمة هذه الصلاة وبعظمة سائر حرمات الله عز وجل. وهي كل حقوق الله، حرمات الله كل حقوقه سبحانه وتعالى. جانب آخر وهذا جانب واسع جدا، جانب كما قلت لك هي غير مرتبة، وقد يكون مقام ممكن أرتبها بعدين بحيث مرتبة، لكن منها وهذا انتبهوا له في الاستقامة، وهو أعمال القلوب، وهذا باب واسع جدا، وهو الذي يدل على الإيمان ويدل على يعني حياة القلب ويدل على حياة العبد. فما هي أعمال القلوب؟ هي كثيرة طبعا، بل هي يعني التي ينعكس أثرها عليك في استقامتك، بل تقوم بعضها هي الباعث لك أن تقوم بفرائض.
ولهذا أعمال القلوب من أهم بل من أوجب الواجبات التي يجب أن تعتنوا بها. مثل بيش؟ حب الله، خوف الله، رجاء الله، حسن الظن بالله، التوكل على الله، الرضا بقضاء الله، شكر الله، الصدق مع الله، اليقين بالله، الثقة بالله، التوبة إليه، إلى آخره، كل أعمال قلبية، الإخلاص، كل أعمال. بمعنى ليكن قلبك عامرا بهذا. لو أخذنا واحدة مثلا، حب الله، حب الله من أعظم أعمال القلوب. يعني تفقد نفسك، هل أنت تحب الله حقيقة أو تحب الله حق الحب؟ وكلنا نحب الله لا شك، المسلم يحب الله، لكن يعني تجسيد حب الله في أعمالك ينبغي أن يظهر. تحب الله حينما فعلا يعني تعلم أنه يحبنا، وتعلم أنه يريد الخير لنا، ويريد، فحينما تشعر أن الله يحبك فأنت تحب الله عز وجل. وقال أحب الله لما غداكم به من النعم، فما بكم من نعمة من الله. فأنت من أسأل إليك بره تحبه، فكلك بنعمة الله عز وجل. إذا أردتم أن يعني تعرفوا نعم الله عليكم التي يعني كلنا نغفل عنها، تذكر أعمالك أو الأشياء التي في داخل جوفك، قلبك، رئتك، كبدك، كلاك، تبولك، هذه ما تدري عنها. نعم لا تحصيها أبدا، قلبك ينبضق كم في الثانية، احسوه أقرأ كم في الثانية ينبض، وكم طن من الدماء تمشي وتجري وتنام وتصبح وتدار. شيء لا 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 تحصي نعم الله عز وجل، إلا المخ، العينين، البصر، شيئا. بينما لو جرح أصبعك تنبهت لبعض، لو أن أصبعك جرحك وسهرت ليلة بسبب أصبع الصغير هذا هذاك النعم. إذن حتى تحب الله شو النعم أنت فيها؟ نعم نعم. شوف الإنسان إذا أصيب بكلا ولا أخوة ولا جاء مرض ولا في الكبد ولا في الرئة ولا في البول ولا في كذا ولا في ما جاء أشياء، يعني أشياء لن نعرفها وأشياء ما نعرفها، حتى أشياء لا نعرفها في الدماء والشرعي والأوردة لا نعرفها، لكنها أنت تمشي بهذه الحياة في السفر وفي الحضر وفي النوم وفي الجري وفي الهدوء وفي كلها محفوظة، وتؤدي أعمالها بكل الكمال والتمام. المقصود أن أعمال القلوب من أعظم الأعمال التي ينبغي أن العبد يعني دائما أو يعرفوها، اليقين بالله، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، الشكر، الصدق، اليقين، الثقة، كلها من أعمال القلوب. كيف يعني كيف تتعامل معها، وكيف فعلا يعني، لأنك إذا حققتها غالبا انعكس هذا على أعمالك الظاهرة أبدا. إذا صدق توكلك جاءك الرضا، إذا كنت متوكل على الله عز وجل. طبعا في عندنا توكل وأسباب، لكن نتكلم عن التوكل. إذا توكلت الله حق التوكل ما شلت هم أبدا أبدا. إذا توكلت، إذا يقينك بالله عز وجل ما تشيل هم مهما كان أبدا. إذا رضيت بالله عز وجل الرضا. فأعمال القلوب عمل يعني ينبغي أن يعني أن تعرفها وأن تتمكن من نفسك، لأن هي الاستقامة. والكلام فيها طويل جدا يعني. أيضا مما يعني، وهذا لطيف جدا، وهو القرآن العظيم، تدبر تلاوة القرآن وتدبره. كما قلت هي غير مرتبة، قلت لكم أنها غير مرتبة، لكنها ومع هذا أيضا كذلك هي
يعني ممكن أنتم خذوا وكل واحد منكم يأخذ اللي يناسبه، قد ما تأخذها كلها، خذ بعضكم يأخذ القرآن، يأخذ الصيام، يأخذ كذا، يأخذ المسارعة، يأخذ كذا، يأخذ الذكر، يأخذ الدعاء، يأخذ كل واحد يأخذ اللي يناسبه. القرآن تلاوته وتدبره وهو بين يدينا، وحقيقة يعني من نعمة الله عليك أن يجعلك يعني ملازما لكتابه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأنت مصطفى إذا أعانك الله ولزمت كتابه وأحببته وقرأته وتدبرته، هذا عظمة وهذا صفة. ولهذا حتى المصطفين من هذا قال فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سائر الخير، مع أنه ظالم هو مصطفى. وحينما نقول تدبر القرآن، ليس كل المسلمين يقرأون القرآن كاملا، أو تدبر ما تعرفه. الفاتحة كلنا نعرفها، اجتهد أن تقرأها ولا تتمل، لا تمل من قراءتها ولا تمل من النظر في معانيها، لا تمل أبدا، اقرأها كلنا نحفظها، اقرأوها افهموها، الذي لا تفهمه اقرأه في الكتاب، اسأل عن الشيخ، اسأل عن من حولك، لا لا يعني. والتدبر طبعا ليس 24 ساعة، لكن وانت في المسجد تقرأ، اقرأ بالتدبر، اقرأ قصار السور، لأن ده ما ليس كل الناس يقرأون الطوال، اقرأ المعوذات، افهم المعوذات، يكفي أن تفهم المعوذات، والمعوذات يعني فضلها وعظمتها ومعانيها شيء اقرأ. المقصود تدبر القرآن، اقرأ بتدبر وشاهد بتدبر. فهذا أيضا من كما قلنا من طرق الاستقامة. القرآن كما تعلمون فيه قصص وفيه أمثال وفيه تاريخ وفيه أحكام وفيه آيات وفيه عبر وفيه يعني وأمثال إلى آخره، فتدبروه وقرأوه. أيضا من 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 الأسباب لا لعلي أنتقل إلى الأخير وأرجع لهذه، لأن اللي هي أهم اللي هي ثمرات الاستقامة. ثمرات الاستقامة وهذه مهمة جدا، أختم بها حتى لأنها حتى لا يعجل الوقت، وأرجع إلى البقية إن شاء الله. ثمرات الاستقامة، الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل، هذه ثمرات طبعا في الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم وعليك ألا تخافوا ولا تحزنوا في الدنيا والآخرة، وأبشروا بالجنة هذا في الآخرة. إذن من ثمرات الاستقامة لا شك طبعا أنها تتنزل عليك، لمن أقام حقها تتنزل عليه ملك، تثبته، تهدئه، ترزقه الطمأنينة إلى آخره. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب، وبخاصة إذا أخذ بما قلنا من الذكر والدعاء والمناجاة والانكسار وأعماد القلوب، هذه كلها تورث إيش؟ طمأنينة القلب. وإذا طمأن القلب استراح العبد. إذا من أعظم آثار الاستقامة طمأنينة القلب، فتطمئن، ترضى عن الله وترضى عن الدنيا وترضى عن الناس وترضى عن أهلك وترضى عن الأحوال وعن أقدار الله عز وجل التي تحبها والتي لا تحبها، هذه كلها لي من آثار الاستقامة، فكلها تنعكس طمأنينة في القلب. أيضا الاستقامة إذا يعني وفق الله العبد وأخذ بها، وذكرنا قبل قليل بعض الأسباب والمثبتات، تعصم من المعاصي، لأنها فعلا طبعا المعاصي لا شك من الصعوبة، لكنه رجع إذا هذا يرجع على طول يتوب ويستغفر. لكن مهما كان إذا استقام العبد وعرف معناها وحقيقتها وعرف أسبابها، غالبا بإذن الله تعصمه من المعاصي والزلل وسفاسف الأمور،
كما قلنا لك احنا تشوفون ادوات التواصل وكيف الناس تسف فيها. انت اذا رزقك الله الاستقامه على ما سمعت من الذكر ومناجاتي والمحافظه على الصلاه ودبر القران واعمال القلوب غالبا ترتفع، ترتفع جدا وتكون على مقام عظيم، على مقام عظيم من الخير ومن الفضل ومن الترفع عن الدنايا. إذن كما يقول العلم هي بإذن الله تقي من المعاصي والزلل، وأيضا تحفظ هذا الجانب آخر من التكاسل عن الطاعات، التكاسل عن الطاعات، لأنك إذا التزمت بما سمعته بإذن الله غالبا تكون دافع للطاعات. والطاعات كما قلنا واسعة، لا تكون طاعات في الصلاة في المسجد، وهذا خير لا شك، بر الوالدين، الرحم، المعروف عن المنكر، الذكر، لأنواعها وأبوابها ما تكون كسول، لأن فتح الله عليك بنوع من العبادة إلزمه، فتح الله عليك إلزمه. أيضا كذلك أيضا هي إذا فعلا ظهر عليك مظاهر الاستقامة وظاهر الصلاح، غالبا ينزل الله حبك في الناس، بمعنى يحبك الناس ويحترموك ويقدروك، وأنتم تلاحظون، لكنك لا تنتظر حب الناس، لا تقول أنا استقمت وما أحبني أحد، لا، هذا لأن أحيانا الذي يحبك لا يقول يحبك، والذي يقدرك لا يقول يقدرك، وأنت لا تنتظر بأعمالك أن يقول أن يراك الناس مستقيما، أو أن يراك الناس أن ترى أنت أثر استقامتك، أن ترى أثر استقامتك على الناس، هذا لا، لا تفعل ذلك. لكن مهما كان غالبا أهل الصلاح الصادقون المخلصون يحبهم الناس، يحبونهم ويقدرونهم ويحترمونهم، وحتى تلاحظ أحيانا حتى إذا دخل فيهم استحوا، قدروه، وإن كان هذا لا أن تكون ثقيلا وأن تكون يعني تدل بنفسك على الله، لا، إنما ابقى على سمتك وعلى حبك، إذا أن أن وإن لم يحبوك فأحبه، وإن لم يحبوك فأحبه حقيقة، لا تنتظر حب الناس. لكن مهما كان ذكر العلم أن من أثر استقامة أنه يرزق الله عز وجل الناس حبك، وخاصة إذا ظهر عليه السمت والطاعة والخلق الفاضل. ومن أهم يعني ما تكسبون به حب الناس ألا تتطلعوا إلى ما في أيديهم، خذوها لا إذا عملت معروفا أو حسنة أو حتى أنت بنفسك كنت صالحا لا تنتظر ثناء الناس أبدا، قدمت معروف لا تريد منهم جزاء ولا شكر أبدا. وهذا يا إخواني قاعدة ذهبية، قاعدتان هذه، والجانب الثاني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هاتان القاعدتان إذا عشت بهما سوف تعب السعادة عبا، وسوف يمتلئ قلبك ونفسك رضا لا تعلمه كبير. أن لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكور، وقدم أنت سابق الخيرات، وأيضا أن تحب للناس وفي نفسك، هذه قاعدة ذهبية، حب للناس وفي نفسك. فأي شيء تكرهه في نفسك أبعده عن الناس، وأي شيء تحبه وتسعى تقديمه للناس قدمه، هذا ميزان لا ينخرم. أيضا من أثر الاستقامة طبعا الآية تتنزل الملائكة، اللي هو تنزل الملائكة، وأيضا وهذا هو أهم شيء وعد الآخرة، وعد الآخرة في نحن أولياؤكم في الحياة ولكم فيها ما الجنة طبعا، وأبشروا بالجنة، هذا أعظم غاية ولا شك، وهذه المبتغى
مبتغى المسلم هو الغاية، وأن تتلقاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طبعا قالوا تخافوا على الحاضر وتحزنوا على ما فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا من يقول له أن تكون الملائكة أولياؤه في الدنيا؟ هذا ما في الدنيا. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.